نور منصور مجددا، تامر حج محمد، يبشار المقدير، سلم زغرتا، ادن عبد الله يديا، شاجاك يمين، يوسف حبوش اللي بيعيد الكره الخلفيه، تامر حج محمد بتقدم بهي الكره، بيلعب كره عند بشار المقداد، خروج بنتيجه ايجابيه يتفادى اي خساره ثقيله مثل الخساره القاسيه اللي تحدثنا عنها وكانت امام شباب الساحل. مشروع عجمي مرتدي عم ياخذ الامور على عاتقه، ابو بكر المل معه عباس طحان امامه، راح يمرر للطحان، الطحان ايضا ابو بكر المل، لكن الكره مقطوعه من تامر حج محمد كان بانتظار عباس طحان. جلول يعني حيكون له تاثير بشكل او باخر بوسط ملعب احمد جلول، يعني عم يقدم مستوى لافت وايضا عم الكره بعده عم يتقدم نور، بيلعب كره لعند تامر حج محمد، شوفوا لاعبين الصفا كيف عم يتحركوا، دافع الصلب بصفوف فريق الصفا، والعقل المدبر بالنسبه لتامر حج محمد، ايضا مع الكره له محمد درويش، بعد حركه مميزه كان عم يعملها حسن هزيمه، مع تامر حج محمد مع التمريره الاماميه باتجاه علي ناصر الدين، تنقطع الكره بتعود الكره لعند تامر حج محمد، تسريع ايقاع الفيه لنور منصور، تامر حج محمد لوحده بيتقدم بهي الكره، اصبح موجود بوسط الملعب بالوقت، بشار المقداد بيروح ياخذ مكان، الكره بتوصل لعند بشار المقداد، والسيطره ما بتكفي فعلا، هز الشباك هو الاهم بالنسبه لفريق الصفا اليوم، الاهم طبعا هز الشباك، الاهم الحصول على النقاط، هالامر يلي بعده بعيد عن فريق الصفا. بصفوف السلام صغرتا مع كره الخلف مجددا، تامر حج محمد، الصفا بنفس الاسلوب الانطلاق بوسط الملعب، انما هالكره الطويله دائما عم بيكون تكتل دفاعي هو عم بيكون الكلمه الاخيره لمصلحه السلام صغرتا، ولا شك انه التسديده الاخيره لحسن هزيمه بتدل انه الصفا. احمد الحاج محمد مجددا لعمر الحسين بالخلف، مع المحاولات النادره من قبل فريق ياخذ دور اكبر بالعمليه الهجوميه، حمزه مع كره اماميه نفس السيناريو، كان جوزيف حبوش، نور منصور مجددا الصفا بالهجوم، مع تامر حج محمد مع تقدم تامر بهالوقت بين الفريقين، بيستفيد بشكل كتير كبير الفرق الثلاثة في حال نهاية المباراة بالتعادل بالجهة ايضا مع تامر حج محمد بيتقدم بهي الكرة، بعده عم يتقدم نور منصور وعلي السعدي، صحيح تامر حج محمد لاعب السوري قدر يغطي لكن لا يزال دفاع، لا شك يعني اليوم عم يلفتني بشكل كتير كبير، هذه أول مباراة يمكن تبعها لفريق الصفا، عم بيكون الفريق الخصم هو من حسن هزيمة، تغيير اتجاه اللعب، كرة بتوصل، حاول يمر، كرة بتنقطع، الحكم بشير ما في أي خطأ، الكلمة هي لحسين طحان بالجهة المقابلة، يعني لقاء الأخوين ومواجهة الأخوين. خطر جدا فريق الأخاء أو فريق الصفا عندما يهاجم على الأطراف، بالمقابل الخطورة هالمرة من ناحية الأخاء ومن ناحية دياجو تامر حج. هي تامر الحاج محمد باللقطة الأولى ما شفنا في مسك بالقميص، لكن ممكن كثير يكون في شوف السيطرة حتى بالكرات العالية عم يكون لمصلحة الإخاء الأهلي علي، وهذا أمر عم يخلي من الصدارة والإبقاء على أماله بالاحتفاظ باللعب مع محمد حمود يلي ممكن يقضي على هالأمال، لكن كلين على أرض الملعب خاصة بالخط الأمامي، دياجو أليكسي خزاقة، محمد حمود لم كرته بيلعب التمرير الأمامية باتجاه محمد رضا، أيضا كرة مقطوعة للدفاعات الصفوية، تامر حج محمد مع الكرات الطويلة المعتمدة بهاللحظات خلف لعند الشبريكو، شوفوا زياد الصمد المتقدم، تامر حج محمد محمود بتروح لدياجو، قاسم محمود عم يروح تيزيد، بالفعل دياجو بحاول يوصلها لقاسم، لكن تامر وزياد صمد كان قفلت الكره، على كل حال زياد لهاللحظات عم ينجح امام كل الكرات مع الانطلاقه لدياجو، وايضا تامر